بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور احمد من قناه ادرينالين، ومكملين معاكم في كورس الاو تو سي. وهنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا بيقابلنا في الصيدليه وبيجي لنا منه شكاوى كتير، خصوصا البنات اكتر ناس بيعانوا من الموضوع ده. هنتكلم النهارده عن تساقط الشعر وايه علاقته بالانيميا. علشان تعالج المرض لازم تعرف الاسباب. علشان كده لما يدخل لك مريض بيشتكي من تساقط شعر، مهم جدا انك تساله السؤالين دول، لان كل اجابه هتخليك تمشي في طريق مختلف من العلاج. السؤال الاول هتقول له: هل تساقط الشعر ده نتيجه التقصف؟ وبنقصد هنا بالتقصف يعني من اطراف الشعر نفسها، وفي الحاله دي استخدام والكريمات هيجيب نتيجة ان شاء الله. السؤال التاني: ولا التساقط ده من فروة الرأس نفسها؟ وفي الحالة دي الشامبو والكريمات مش هيجيبوا اي نتيجة نهائي. ليه؟ لان تساقط الشعر من الفروة ليه اسباب كتيرة جدا، من ضمنها اضطراب الهرمونات، عامل نفسي بعد الولادة، والعلاج بالكيماوي. لكن اكتر شيوعا واللي بيقابلنا في الصيدلية هو الانيميا. تعالوا نتكلم شوية عن الانيميا علشان نعرف نعالجها صح، وبالتالي نعالج تساقط الشعر الناتج منها. اولا الانيميا دي نقص في كرات الدم الحمراء، وكرات الدم الحمراء هي العربية اللي بتنقل الغذاء والاكسجين لخلايا الجسم. فلما نقول ان حصل نقص في خلايا الدم الحمراء، طبيعي ده هيعمل لي نقص في الغذاء والاكسجين اللي رايح للخلايا، وهتضعف، وده من ضمن اسباب تساقط الشعر. طب ايه هي اعراض الانيميا علشان الشخص يعرف هو عنده انيميا ولا لا؟ او لو انت شاكك ان في حد عنده انيميا، ممكن تساله الاسئله دي وهتعرف هو عنده انيميا ولا لا. هتلاقي زي ما قلنا تساقط الشعر، هتلاقي المريض بيحس بصداع، ارق، بيتعب من اقل مجهود، وكمان بيحس بدوخه. كمان لو بصيت في الجفن تحت العين هتلاقيه فاتح، وده على عكس الشخص الطبيعي بتلاقي الجفن احمر. هتلاقيه بيشتكي من ضربات قلب سريعه ونغزات بسيطه في القلب. كمان هيقول لك انه بيحس انه مش قادر ياخد نفسه وحاسس انه مخنوق، وهتلاقيه بيحس بارهاق عام وتعب في الجسم والعضلات. بالاضافه طبعا ضوافره هتلاقيها تتكسر بسهوله، وهيلاقي لونها من قدام ابيض ومقوسه. دي الاعراض اللي هتبان على مريض الانيميا. طب ايه هي الاسباب اللي خلت الشخص ده يبقى عنده انيميا؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده عاوزين نعرف ازاي بتتكون خلايا الدم الحمراء اللي بسبب نقصها بيحصل انيميا. الموضوع عباره عن سلسله بيبدا من الكلية لما بتبعت الاريثروبايوتين للمصنع اللي هو نخاع العظام وتقول له انتج لي خلايا دم حمراء. فالمصنع اللي هو نخاع العظام بيشوف هو عنده خامات يشتغل بيها ولا لا. الخامات دي بتبقى عباره عن حديد وفيتامين بي 12 وفوليك اسيد. لو الخامات موجوده خلاص يصنع خلايا الدم الحمراء، لو مش موجوده خلاص يبقى مش هيقدر يصنعها. خلايا الدم الحمراء بتعيش في جسمنا لمده 120 يوم وبعدين بتتكسر، واللي بيحافظ عليها الفتره دي علشان ما تتكسرش انزيم موجود في جسمنا اسمه جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز. خلايا الدم الحمراء من ضمن مكوناتها هيموجلوبين، وده من اسمه هيم وجلوبين. الهيم ده مسؤول عن اللون الاحمر، ومسؤول كمان عن وظيفه خلايا الدم الحمراء اللي قلنا عليها قبل كده، العربيه اللي بتنقل الغذاء والاكسجين للخلايا. الجلوبين ده بروتين وظيفته ان بيحمي الهيم، وبيتكون من 2 الفا و2 بيتا. الهيموجلوبين ده نسبته في الجسم بتختلف من الراجل للست. في الرجاله بتبقى من 13.5 ل 17.5، وفي الستات من 11.5 ل 15.5. دلوقتي هنجاوب على سؤال ايه هي اسباب الانيميا. السبب الاول بيكون حصل مشكله في سلسله التصنيع اللي اتكلمنا عليها فحصل انيميا. السبب الثاني بيكون عامل وراثي هو اللي سبب الانيميا. تعالوا بقى نتكلم عن السبب الاول. احنا من شويه قلنا ازاي بتتكون خلايا الدم الحمراء وان هي سلسله، لو نقص اي خطوه من السلسله دي مش هيتكون خلايا الدم الحمراء، وبالتالي هيحصل انيميا. السلسله ايه بقى؟ اللي هو الكليه بتبعت الاريثروبايوتين للمصنع اللي هو نخاع العظام، فيشوف عنده خامات اللي هو حديد وفيتامين بي 12 وفوليك اسيد ولا لا عشان يصنع الحديد. لو المشكله في الكليه يبقى اسمها كيدني انيميا، اما لو المشكله في المصنع يبقى اسمها ابلاستيك انيميا. لو المشكله في الخامات بقى، لو الحديد نقص يبقى اسمها انيميا نقص الحديد، لو الفيتامين بي 12 او الفوليك اسيد نقصهم هيبقى اسمها انيميا نقص فيتامين بي 12 وفوليك اسيد. والفوليك اسيد وفيتامين بي 12 بيساعدهم على امتصاص الحديد. السبب الثاني بيكون عامل وراثي، ودول ثلاث انواع مش هنقابلهم كتير في الصيدليه لانهم غالبا بيكونوا عارفين من بدري. اول حاجه الفافيزم، انيميا الفول، شخص اتولد بدون انزيم جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز اللي بيحمي خلايا الدم الحمراء من التاكسد في فتره حياتها، فبالتالي بتتكسر اول ما بياكل اي فول او اي بقوليات، بتعمل له اكسده. الشخص ده ما ينفعش ياكل فول او اي بقوليات في حياته لان خلايا الدم الحمراء هتتكسر. ثلاسيميا، انيميا البحر المتوسط، ده بيحصل مشكله في الجلوبين اللي اتكلمنا عليه قبل كده، ده البروتين اللي مسؤول عن حمايه الهيم. بيتولد المريض ناقص الفا او بيتا من الاب او الام. ثالث حاجه سيكل سيل انيميا، وهنا كرات الدم الحمراء بتبقى بشكل منجلي بتسبب انسداد في الشرايين. ندخل بقى على خطوه العلاج. قبل ما ابدا العلاج اسال المريض شويه اسئله علشان لما نديله علاج اضمن ان شاء الله يجيب معاه نتيجه. الاول لو كان بياخد ادويه بتكسر خلايا الدم الحمراء يوقفها، ولو كانت واحده ست اسالها لو كانت مركبه لولب من فتره قريبه لانه بيجرح الشعيرات الدمويه فبيعمل نزيف فبيسبب انيميا، وخليها ترجع لدكتوره النساء اللي متابعه معاها وغالبا هتكتب لها على دافلون مقوي الشعيرات الدمويه. اسال المريض عن لون البراز بتاعه، لان لو لونه اسود يبقى احتمال يكون عنده نزيف في المعده، ودي حاجه ناس كتير مش بتاخد بالها منها وده اللي مسبب له الانيميا. نيجي بقى لبطل قصتنا وسبب لنسبه كبيره جدا للانيميا اللي بتحصل للشباب والبنات، الشاي. الشاي بيقلل امتصاص الحديد، علشان كده لو انت كيف شاي قوي يبقى تخلي بالك من المعلومه دي جدا، اشرب الشاي قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين. كده احنا شخصنا الحاله وعرفنا ان المريض بيشتكي من انيميا، اديله حديد على طول؟ لا طبعا، اوعى تغلط الغلطه دي. هقول لك ليه حالا. اولا لما تتاكد ان المريض عنده انيميا، اول حاجه تطلب منه تحليل CBC، كومبليت بلاد كاونت، اللي هو صوره دم كامله، علشان تعرف نوع الانيميا اللي
عنده. لو كان التحليل انيميا نقص الحديد واديته حديد عادي مفيش مشكله، لكن لو كانت الحاله انيميا نقص فيتامين بي 12 وفوليك اسيد وانت اديته حديد هنا هتبقى مشكله، لان هو ما عندوش نقص في الحديد، الحديد في جسمه طبيعي، وانت لما تدي حديد من بره يبقى هيعمل لود على الكبد عنده وهيحصل تليف كبد. خلي بالك من المعلومه دي، الانتيدوت بتاع زياده الحديد ديفروكزامين وموجود في الصيدليه حقن ديسفيرال. طب انيميا نقص فيتامين بي 12 وفوليك اسيد بنعالجها ازاي؟ ممكن تديله نيوروتون او اي برودكت عندك في الصيدليه في فيتامين بي 12 وفوليك اسيد. طب دلوقتي لو لقينا في التحليل انيميا نقص الحديد اعالجه ازاي؟ انت عندك طريقتين للعلاج، يا اما اديله اقراص او اديله امبولز. الاقراص دي بتبقى عباره عن نوعين، اورال مينرال واورال اورجانيك. ايه الفرق بينهم؟ الاورال مينرال فيروس سلفيت، وده بنسميه حديد الغلابه لانه رخيص واثاره الجانبيه كتير، من ضمنها امساك، هيحس بطعم معدن وهيكون لون البراز اسود. وفي الاورال اورجانيك دي بتبقى اغلى شويه بس اقل في الاثار الجانبيه بتاعتها. امثله الاقراص ايه بقى؟ في عندنا هيماكابس، في فيروترون، في فيروجلوبين الى اخره. الحقن مبدئيا كده ما تنساش تعمل اختبار حساسيه، وبنرجع للحقن لما يكون الهيموجلوبين من 8 ل 9 او المريض مش قادر يتحمل اثار جانبيه للاقراص اللي احنا قلنا عليها. امثله الحقن الموجوده عندنا في فيروزاك، في هيموجيت، في كوزموفير الى اخره. طبعا مش هينفع ننهي الحلقه دي من غير ما نقول المعلومه دي، لانها هتقابلك كتير في الصيدليه. هتجي لك شكوى الصيدليه بيقول لك يا دكتور انا باخد اقراص حديد ومفيش اي تحسن في الهيموجلوبين بتاعي. طبعا عشان الحديد يجيب نتيجه سريعه ويحسن الحاله بسرعه لازم توضح للمريض شويه معلومات. اول حاجه لازم تعرف ان الجرعه قرص بعد الغداء بس مش مباشره، بعد الغداء بنص ساعه او بساعه. كمان الحديد او الفيتامينز عموما مش بتتاخد قبل النوم لانها بتسبب ارق للمريض ومش هيستفيد منها. تاني حاجه بعد ما تاخد القرص لازم تعمل حسابك تاخد بعده عصير ليمون او عصير برتقال. ليه؟ لان فيهم فيتامين سي فبيخلي الامتصاص بتاعهم بنسبه 100%، او ممكن ياخد فيتامين سي اقراص عادي. تالت حاجه ممنوع ثم ممنوع تستخدم اقراص الحديد وتشرب بعدها شاي او قهوه. ليه؟ لان فيهم ماده التانيك اسيد او التانين. التانين ده بيمنع امتصاص الحديد وبالتالي مش هيبقى فيه منه اي تحسن. رابع حاجه الوقت المريض اللي قدامك الدكتور وصف له حديد وكالسيوم، وبتبقى غالبا الروشته دي في الستات الحوامل ممنوع تستخدمهم مع بعض. ليه؟ لان الحديد مع الكالسيوم بيعملوا كومبلكس بيرتبطوا مع بعض وبالتالي مش هيحصل لهم امتصاص ومش هتلاقي اي نتيجه منهم. يعني لو هتاخد الحديد بعد الغداء بنص ساعه يبقى تاخد الكالسيوم بعد العشاء، لازم تخلي وقت بينهم. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، واستنونا في تكمله كورس الاو تو سي ان شاء الله. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات وهرد عليك، ولو عندك اي معلومه زياده سيبها في التعليقات علشان الناس تستفيد.